لاعبين تايكوندو متابعيني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن الدفاع الاول اللي هو اريمكي. راح انزل احدث طريقه لتعليم الاريمكي الحديثه. صار في تحديثات على الدفاعات وتحديثات على الممسة وتحديثات على الركلات، خطوات تعلم الركلات او الدفاعات او طريقه الممسة بشكل عام والوقفات كمان. فاليوم الفيديو راح تكون مخصص لتعليم الاريمكي، الدفاع السفلي الاول في لعبه التايكواندو. فانا اسف كثير طولت عليكم لحتى انزل الفيديوهات، فان شاء الله ما راح اتاخر عليكم. كل فتره راح انزل لكم فيديو لتعليم حركه معينه، وفي ناس عم تطلب مني انزل لتعليم التوازن، يكون قوي التوازن برجولنا وجسمنا. تمام، في ناس عم تطلب فيديوهات تانية، فان شاء الله رح انزل واحد واحد. تابعوني للاخير لحتى تستفيدوا، وضلوا متابعين قناتي لحتى قناتي تنتشر اكبر ويستفيدوا منها ناس كثير. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس. طيب كملوا معي، تابعوا معي الفيديو. اول شيء الدفاع الاول رح يكون ايدي اليمين ممدودة للامام بهالشكل، وايدي اليسار فوق الكتف على طول. رح اصد بايدي اليسار. رح اركز اليوم بس على الاريمكي الدفاع الاول. الايد اليمين اسحبها على خصري. ايدي اليسار انزلها قدام جسمي، ارسم بشكل قوس حتى توصل امام رجلي اليسار. ما بكون بعيده ولا تكون جوا برا جسمي او جوا، لا، لازم تكون قدام رجلي اليسار بهالشكل. ارجع اعيد. لازم امد ايدي تنتين استخدمهم، ما بصير اعمل بس ايد وحده، هيك خطا. هيك التحديث الجديد اللي بتاخذ عليه نتيجه في البومسة. واحد اثنين، ارجع اعيد. واحد اثنين، اسحب اليمين وانزل اليسار. اسحب يمين وانزل اليسار. نكرر التمرين 15 مرة لكل طرف. لازم اثبت ايدي صح، ما بصير اعمل هيك، هي مرتخية هون ما لها مكان وهي انزلها، هيك خطأ. لازم كل وحدة تيجي على مكانها، هي سحبتها على مكانها المخصص لها، على الخصر، على الحوض، عظمة الحوض، وهي صديت فيها قدامي على طول. واحد لازم يكون في شد في الآخر، في قوة. ما بينفع اعمل هيك، ما بصير، لازم يكون في شد وفي قوه. واحد اثنين، اوكي، سحبت اليمين بقوه وصديت اليسار بقوه، اصدها بشكل الف الف، ايدي بتكون بهالشكل هون، قبضه بشكل هامر هنا هون على الكتف. اسحب اليسار او اليمين والف اليسار لف دائري بهالشكل واثبتها قدامي بهالشكل. اريمكي الدفاع السفلي، اول دفاع في لعبه التايكوندو. التمرين هذا جدا مهم لمبتدئين التايكوندو واللي بيحبوا يشاركوا في بطولات البومسا. بطولات البومسا اللي فيها الحركات الدفاعيه والهجوميه، فلازم نركز منيح في اساسيات البومسا الحديثه. نركز بكلمة الحديث اللي حنعمل عليها تحديث. تمام؟ واحد اثنين، واحد اثنين. نعمل التمرين هذا 10 مرات أو 15 مرة أحسن. بعدين إيدي الثانية، بدلت إيدي، مديت إيدي اليسار وإيدي اليمين لصوت فيها فوق. واحد سحبتها الأول اليسار، صديت باليمين، أرجع أعيد. سحبت اليسار، صديت اليمين، سحبت اليسار. مفهوم؟ واحد اثنين، واحد اثنين. لازم يكون في قوة، لازم يكون هادي، يعني أكون هنا بالمكان هذا اللي أنا فيه هلا، أكون مو شادد حالي، ريلاكس، مرخي حالي. لما أجي أصد أحط القوة في الآخر. هذا
لازم يكون موجود واضح لحتى تكسب النقطة صح، تكسب العلامة صح، لازم يكون أدائك واضح في قوة في الآخر، في آخر الحركة. رح أعمل 15 يسار 15 يمين، لما نعيد التمرين هذا نكرره 15 مرة، نعمل بريك شوي، نرجع نعيد بس مع بعض. هلا رح نبدأ كمان بإيد اليسار، أبدأ فيها، مديت اليمين، رفعت اليسار، رح أسحبهم مع بعض. هون، واحد. أو 15، كل ما كان العدد أكبر أو أكثر بيكون عندك الفائدة أكبر، ثباتك للحركة بيكون أفضل. خلصت 15 طرف اليسار، رح هلا أعمل طرف اليمين. واحد، اثنين، أكون مرخي حالي وأشد في الآخر. ثلاثة، في لعبة التايكوندو مهمة جدا للمبتدئين، وجدا جدا مهمة للاعبين البومسة اللي بين عندهم بطولات بومسة او اختبارات في البومسة. لازم يكون عارفين الحركة هي شلون يجمعوا فيها وشلون يصدوا فيها. اوكي، في مدربين بيعرفوا بهذا الشكل انه خلاص هيك وكمل، لا، في اساس للحركة. الحركة لها علامات في البطولة، كل حركة لها علامات، طريقة تجميعك للحركة لها علامات، أسلوبك في الصد له علامات، قوتك فيها لها علامات، مكانها، كل حركة لها مكان كمان لها علامات. فلازم نكون عارفين كل التفاصيل هاي، وجدا مهم جدا مهم جدا مهم انك تكون مؤسس صح. لو لاعب التايكوندو تأسس صح رح يستمر بشكل صحيح ورح يحصل على بطولات ورح يحصل على نتائج حلوة. اللي ما تأسس صح رح يتعذب لما ياخذ أحزمة، حتى لو كان مو متأسس صح وأخذ حزام أصفر وأخضر وأزرق وأحمر وأسود وما كان أساسه كويس رح يتعذب، ما رح يحصل على نتيجة حلوة. فمهم جدا إنك تركز بالتأسيس، تأسيس الأبطال الوفاة، تأسيس الركلات، تأسيس الصدات، تأسيس الضربات، تأسيس البومسة. البومسة جزء من التايكوندو. تايكوندو إلى قسم اسمه قتال، قسم اسمه بومسة، قسم اسمه تكسير، وقسم اسمه العروض. هذول كلهم لازم يكون لاعب التايكوندو عنده فكرة فيهم. فالبومسة جدا مهمة، جدا جدا مهمة. فنرجع نعيد كلامنا، لعبك هاي لازم يكون لها طريقة حلوة وطريقة صح في الاستخدام في الدفاع. يمين، رح اعمل مرة يسار ومرة يمين، مرة يسار، مرة يمين، مرة يسار، مرة يمين، مرة يسار، مرة يمين، مرة يسار، مرة يمين. كمان كرر التمرين هذا 15 مرة، واكيد رح تحصل على نتيجة حلوة ومستوى حلو، ورح يكون مستواك متحسن عن غيرك، رح يكون شكلك في أداء الحركة مختلف عن غيرك، وفي تحسن وشكله حلو وفي قوة واضحة. تمام؟ فبدي الكل ينفذ التمرين هذا مثل ما حكيته، واكتبوا لي نتيجة عندكم في التعليقات. اللي اشتغل التمرين هذا يكتب لي في التعليقات، وأي حد عنده سؤال كمان يسجل لي على التعليقات حتى على التعليقات. أتمنى يكون عجبكم التمرين، يكون الفيديو سهل عليكم، استفدتوا منه. وكمان لا تنسوا دعمكم للقناة، جدا مهم. تعليقاتكم مهمة، شاركوا الفيديو مهم، مواصلتكم معي كمان مهمة، ودائما لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو حتى تنتشر القناة بشكل أوسع. وانتظروني بفيديوهات جديدة وحلقات جديدة لتأسيس التايكوندو وحركات التايكوندو. السلام عليكم.